يقول أخونا يوجد لي إخوة من أمي، وحينئذ أقوم بضربهم لتوجيههم إلى الطريق الصحيح وخاصة في الواجبات المنزلية، وأمي أحيانا تغضب من تصرفي، فهل هذا يعد من إغضاب الوالدين؟ وماذا يجب علي؟ هل أتركهم والحال ما ذكرت وأترك الأمر لوالدتي؟ جزاكم الله خيرا. إذا رأيت منهم ما يستدعي ضربهم فلا بأس أن تضربهم، لأن هذا من مصلحتي، ولكن يكون الضرب غير مبرح، لا يكون ضربا شديدا يجرح أو يكسر العظم أو يؤلم ألما كثيرا، وإنما يكون ضربا خفيفا يحصل به المقصود، وهذا من مصلحتهم، هذا يكون من مصلحتهم لأنه لتوجيههم وتربيتهم، فعليك أن تقنع والدتك بذلك وأن تبين لها أن هذا من مصلحتهم ومما أذن فيه الشارع، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها لعشر. يقول إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يضربوننا الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا من مصلحة الطفل، وإن حصل المقصود بدون الضرب بالتوجيه والكلام فإنه لا يصار إلى الضرب إلا في المرحلة الأخيرة حين لا ينفع التوجيه وينفع اللوم والتوبيخ. نعم.